السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. النهاردة حلقتنا هتكون الحلقة المفتوحة، اليوم المفتوح بتاعنا اللي بنرد فيها على كل اللي بيدور في أذهانكم من أسئلة ومن استفسارات مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يحفظك ويكرمك يا رب ويسترك. يا رب وربنا يسترك يا شيخ أحمد ويسترنا جميعا، الستر والصحة يا رب. احنا نبدأ كده وناخد تليفونات ونرد على أسئلة المشاهدين. احنا معانا اول تليفون، ام حنين. اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ. اهلا يا حبيبه قلبي، اتفضلي. ممكن اسال الشيخ احمد على حاجه؟ ايوه اتفضلي يا فندم، تحت امرك. اتفضلي يا فندم. تمام، لو سمحت يا شيخ، الايه اللي بتقول رب اني مغلوب فانتصر، ينفع اقولها بنيه ان فانتصر رب؟ ممكن اقولها مثلا بنيه ان ربنا يسترها على زوجي وكده؟ ربنا ايه؟ يسترها على جوزك؟ يعني ايه؟ واقع عليه يعني ظلم يعني؟ هو على طول في الشارع وبتاع ومعرض لاي حاجه، فممكن انا اقولها بالنيه دي؟ لا انت ماشي، انت عايزه يعني ممكن السؤال يبقى احسن، ان انت ممكن تبقي عايزه حاجه بنيه التحصين، عايزه تقولي حاجه ان ربنا يحفظه حفظ او تحصين، صح كده؟ ان انا اقولها مثلا ان هو بيبقى مشغول على طول، فهو ممكن معرض لاي حاجه. فهو مشغول في ايه؟ بيبقى معرض لاي حاجه في الشارع وكده. طيب انا هقول لك، الدعاء بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن وهو طالع كده كل يوم الصبح كده يقول ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. تمام. باليقين بسم يعني ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر شيء مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ام حنين، هو انت متجوزه بقالك قد ايه؟ 3 سنين. انت يعني صوتك صغير، عندك كام سنه؟ 22. لسه صغير. ربنا يديم بينكم الموده يا رب والحب والرحمه ربنا يا رب. طب ممكن بس هو عنده سؤال ممكن يكلم حضرتك؟ طبعا طبعا. تمام اتفضل ام حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك. ربنا يخليك فضيلتك، ربنا الله يكرمك يا شيخ احمد. هو لي سؤال وانا عايزه حضرتك في رقبتك، انت بتحكم بيه. حاضر يا فندم. حضرتك انا اخت متزوج من غير الزوجه اللي هي موجوده معايا دلوقتي. عندك معايا ايه؟ وحضرتك زوجه اولانيه. الزوجه الاولانيه وام حنين دي الزوجه الثانيه، صح كده؟ ام حنين دي الزوجه الثانيه. تمام. الزوجه الاولانيه من كفر شيخ، ام حنين من مصر. تمام. فسعادتك انا ليا بنت واد بسمله وسعد، بقالي 3 سنين ما شفتهمش. ليه؟ حضرتك كان عندي عامله لي نفى واتسجنت فيها 6 شهور، طلعت من السجن بيطردوني كل ما اروح هناك، بيعملوا لي مشاكل اهلها واخواتها، بيحرموني اشوف عيالي. طب وحضرتك ما دفعت لهمش النفقه يعني او مصاريف ليه؟ لا حضرتك انا بديهم النفى عن طريق المحكمه دلوقتي. فهم حارميني اشوف عيالي. لا يعني طبعا كل ما اروح هناك ممكن يعملوا مصيبه معايا، انا مش من كفر الشيخ من القاهره، فبيعملوا لي مشاكل. طب هي 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 ما زالت زوجه؟ انت مطلقها؟ انت كده مطلقها؟ انا مطلقها حضرتك. طيب هو انت بيبقى ليك كل اسبوع كده اللي هي الرؤيه؟ حضرتك كل اسبوع رؤيه، بروح هناك في جنينه. انا المفروض اشوفهم، اروح الميعاد ما بلاقيش، ما بلاقيهمش موجودين. هي ما بتروحش. ساعتين من كفر الشيخ للقاهره واروح. طيب انت ما بتثبتش حاله ليه طيب؟ بس حاله في الاسم، الاسم يقول لك عليك وعلى القضاء، لجوء للقضاء. ايوه خلاص ارفع عليها بقى يعني. طبعا طبعا. تمام، احنا الشيخ احمد هيجاوبك. انا هوضح لحضرتك حالا. يرفع قضيه بقى. يعني هو طبعا شغل القضاء يعني. انا بس في نقطه بمساله الرؤيه، لان احنا عندنا مشاكل في مساله الرؤيه صراحه، في قضيه حتى قانون الاحوال الشخصيه عندنا مشاكل كثيره جدا، ان ممكن واحده بتمنع اصلا زوجها او طليقها من انها رؤيه الاولاد، وبقى في تعنت في المساله دي. طبعا ده لا يجوز شرعا، ان ما ينفعش اللي احنا ده لا يجوز اصلا باي حال من الاحوال شرعا. هو من حقه ان هو يبقى يشوف اولاده، ومن حقه ان هو يتعايش حتى معاهم على الاقل 24 ساعه 48 ساعه في الاسبوع. يا رب ان شاء الله يكون القانون الجديد بتاع قانون الاحوال الشخصيه بيبقى معالج للمسائل القصور اللي كان موجود في القانون القديم، ان شاء الله يكون فيه حاجه كده ان شاء الله. لكن لا شك ان اللي بيعملوه ده ظلم
يعني ده ظلم ان منع رؤيه الاب من رؤيه اولاده، دي مصيبه اصلا، يعني مصيبه كبيره جدا. لكن انا معك اللي انت تشوف تتخذ بقى السبل القانونيه في المساله دي، تشوف المحامي، تثبت حاله ان هم ما بيجوش، وتشوف القضاء هيحكم بايه في المساله دي. يعني هو ممكن، الله اعلم، انا ما اعرفش، بس ممكن تنزع الحضانه من الام دي ادام هي متعنته في المسائل دي. انا مش عارف القانون فين في الحته دي، بس انت شوف محامي وربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. اما بالنسبه لسؤال المحنين، لا انا كل يوم الصبح كده اقول يا استاذ الدعاء وانا خارج كده، طبعا الدعاء وانا خارج من المنزل ده مهم جدا، كلنا عارفين، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، تمام؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كم مرة؟ 3 مرات. لو قلتها الصبح طول النهار ربنا يحفظني وما يضرنيش شيء أبدا على إطلاق. وبالليل أقولها 3 مرات. لو قلتها 3 مرات بالليل لا يضرني أبدا شيء أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا نحافظ على الذكر ده، وإن شاء الله ربنا يعني محفوظ بحفظ الله إن شاء الله. إحنا معنا تليفون تاني. أستاذ محمود، السلام عليكم. أستاذ دعاء، عليكم السلام، أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام. فضيلة الشيخ أحمد، إزي حضرتك؟ الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا أهلا بيك، أهلا بيك، جزاكم الله عنا كل خير، وإياكم يا رب، ربنا يحفظك. الحقيقة عايز أسأل حضرتك على تفسير آية سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ماشي، حرم ذلك، ذلك دي عايدة على إيه؟ على الفعلة الشنعاء ديت، ولا على النكاح بقى واحد لا قدر الله وقع في هذه الفعلة القبيحة ما ينصحش إنه يتزوج عفيفة، أو العكس، واحدة حصلت لها البتاعة دي ما تنكحش رجل العفيف؟ لا، هو العلماء قالوا لمن يعني اشتهرت بذلك وهي لا تنتهي، يعني هي لا تنتهي عن هذا الفعل، وأما من تابت وتاب الله عز وجل عليها خلاص، يعني دي المسألة دي ما فيش، لكن المسألة دي تعود على من هي يعني اشتهرت بذلك وللأسف الشديد يعني تجاهر بهذه المعصية ولا تنتهي أبدا عن المعصية. هنا محرم على الانسان ان يقرب او يتزوج من هذه الايه، من هذه الزانيه. سوره النور ممكن ان شاء الله نعمل لها حلقات باذن الله تعالى، انها سوره فيها اداب اجتماعيه محتاجينها في هذا الزمان يعني. لكن من تابت، يعني واحده وقعت في هذه المعصيه والكبيره وتابت وعرفنا انها تابت، هل يجوز للرجل ان يتزوج؟ اه يتزوج، ما فيش مشكله. لكن هي راحه فين دي؟ للمراه اللي خلاص اشتهرت بذلك ولا تنتهي، لا ترعوي ابدا، وبتقول يا جماعه يعني انا كده، بيبقى هنا وحرم ذلك على الايه، على المؤمنين. معانا استاذ علي، اهلا وسهلا، حضرتك سامعنا استاذ علي؟ طيب حاول تكلمنا تاني، معانا تليفون تاني. استاذ عبد الله، اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيكم كده، عاملين ايه؟ احنا كويسين، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. فضيلة الشيخ عايز اسأله سؤال كده، معلش، سؤالين. اتفضل اتفضل، تحت امرك يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم، تحت امرك. انا جيت في يوم فحلفت على مراتي بالطلاق ان هي ما هياش داخله، ما تخشش، والله ما حلفت بالطلاق انها ما تخشش البيت يعني. بعد 10 يعني بعد 10 دقايق كده ولا بتاع، قلت لها اتفضلي وبتاع وصالحتها، بس انا قلت عليها الطلاق بالثلاثة. انت كنت قلت يعني ايه؟ قلت ايه؟ قلت عليا الطلاق ولا قلت ايه؟ قلت عليا الطلاق بالثلاثة، ما انت داخلة البيت مثلا. وبعدها صالحتها بقى، بعدها صالحتها على طول بقى. بعد 10 دقايق صالحتها، صح كده؟ طيب، وانت بتقول لها صلحتها وقلت لها اتفضلي ادخلي البيت، دخلتها واتأسفت لها وكل كمان. حاجه. انت راجل طيب جدا والله. يعني اعمل ايه بقى؟ طيب لا، استنى، يعني خليك معايا، استنى معانا واحده واحده كده. يعني وانت بتقول لها عليا الطلاق، ما انت داخله، انت كنت تقصد ايه؟ ما داخله خالص ولا الكلمه طلعت منك كده، ولا كنت تقصد ايه بالظبط؟ لا يعني كانت منرفزاني وانا كنت في الغيط، وبعدين كنت يعني دي طلعت مني يا استاذ كده
يعني غصب عنك متعصب غصب يعني. عنك كده يعني عصبوني يعني كان في نظام فلوس الله يهديهم اللي بيعصبوك والله الله يهديهم والله عصبوني وبعدين اعمل ايه انا دلوقتي لا انا هقول لحضرتك انت حضرتك عندك كام سنه انا عندي 53 سنه الله يبارك في عمرك يا رب واول مره بقى تحلف الحلفان ده اول مره وهم كانوا يعني في واخر مره ان شاء الله اخر مره فعلا خلاص وبعد 10 دقايق بالظبط صالحتها وبصت راسها ودخلت البيت عادي بس انا خايف يعني لا يكون في حرام ولا حاجه لا انا هقول لحضرتك انت عندك الارض انت بتزرع الارض ايه عندك انا بزرع سوداني فول سوداني الله ليه فول سوداني فول سوداني فول سوداني كنت بعمله يعني انت في مديريه التحرير في الغربيه يعني لا بالغربيه غربية عم بتزرع سوداني طيب ربنا يحفظك يا رب بص يا بص يا حاج انت تطعم 10 مساكين تطعم كام 10 مساكين 10 مساكين شوف 10 اسره كده فيها 5 واسره تانية فيها 3 4 5 المهم الجمع يكون اسرتين ولا 3 فيهم 10 افراد بطلع كتير قوي يا استاذ من غير اي حاجه ده ايه بطلع انا كتير قوي من غير اي حاجه لا 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 انت هتطلع بنيه بقى اللي انت عملتها دي بنيه الكفاره دي يا عم عبد الله دي كفاره الحلفان بتاعك هيقولها لك الشيخ احمد احنا دلوقتي اسمع. احنا عملنا دلوقتي مصيبه دلوقتي اللي هو حلفنا بالطلاق وقلنا عليها الطلاق صح كده وخلاص الحمد لله وتوبنا بقى وصالحنا الست ربنا يبارك فيها هنروح جايبين كده بقى 100 جنيه ونطلعهم ل 10 فقراء 100 جنيه على لكل فرد 10 جنيه نطلع 300 مش مهم الله يحفظك يا رب نطلع كام 300 300 ربنا يبارك ربنا يبارك في عمرك يا رب بس المهم تكون اول مره واخر مره هي اول مره وان شاء الله اخر مره وتدعي لنا بقى يا عم عبد الله الله يخليك يا استاذنا ويبارك لك يا رب وانا بشوفك في التلفزيون قلبي بيفرح الله يحفظك يا رب طب قول لي والاستاذ ايه قلبي بيفرح وانا بتابع البرنامج بتاعه ربنا يكرمك والله ده احنا انبسطنا بمكالمتك بس بس انا عايز اسال سؤال ثاني بس معلش طب قول تحت امرك اتمنى قلبي بس والنبي اتفضل كانت اختي انا ابويا متوفي من زمان الله يرحمه الله يرحمه وبعدين اختي كان لها معايا راس ارض يعني على اخوات الثلاثه كان كل لها ثلاثه قراص لكل واحد ياخد قراص يعني فانا كنت بعت القراص دي ب 9000 جنيه وهي وانا خدت الفلوس دي انا خدتها ب 9000 جنيه دول انا خدتهم فهي لما جت تطلب الارض الايراد بقى ب 50000 جنيه فاني قلت لها سعر النهارده الايراد ب 50000 فهي انا اللي قلت لها خدي ب 50000 يبقى دي في وزر ولا هي يعني هي راضيه ولا مش هي راضيه؟ هي راضيه بس خلاص ربنا يبارك ادام راضيه خلاص ربنا يبارك لها يعني انا كنت بايع الايراد بتسعه خلاص فهي خدت الايراد بتاعها بثمن بثمن الاربعه قريت كلهم اللي انا كنت بايعهم يعني بس دي بعد فتره ايوه ده ايه الحل يعني انا ظالمها إيه؟ لا مش ظالمها ولا حاجه لا مش ظالمها ولا حاجه وادام هي راضيه وانت راضي يعني كان ايام ايه هي كانت راضيه ب 5000 بس تاخد 5000 كمان يبقى هات 5000 وانت لما بعت الايراد هي كانت عارفه اللي انت بتبيع الايراد الارض ده عارفه ان انا ببيعه طب كنت بتبيعه ليه كنت بتبيع انا ليا عندك 5000 قالت انا ليا عندك 5000 وانت اديتها 50000 وانت اديتها 50 ما انا اتاخرت انت اتاخرت يعني في الدفع انا اتاخرت في الدفع يا استاذ هي جت ايه انا كنت بايع الاربعه ريت ب 9 في 4 يعني ايوه كنت بايع قول ب 40000 قول ب 40000 بايع الاربعه ريت ب 40000 فجي يا استاذنا دلوقتي لما انا جيت اعمل بعد كذا سنه غلي الايراد الواحد بقى ب 50 انا اديتها بقى ال 50 اديتها ال 50 خلاص اديتها ال 50 وهي راضيه ربنا يبارك لكم يا رب واجمعكم على خير دايما هي راضيه كل حاجه بس خلاص ولا يهمك وما عليكش اي حاجه خالص على الاطلاق انت راجل طيب وربنا يحفظك يا رب ويبارك لكم يا رب بس انت المهم تدعي لنا وانت ساجد كده تدعي لنا ساجد والله بنسجد الفجر وكل حاجه ونصلي بس على عمليه الطلاق ديت
المدام زعلانه يعني بتقول لي لازم اسمع الشيخ يقول لي ايه. طيب هو طبعا نقول لها اهو، نقول لها هي معانا، هي قاعده في البيت. طيب خلاص هي وانا في الغد دلوقتي. طيب قول لها، قول لها، قول لها يا عم عبد الله اللي احنا خلاص، انت هتدفع 300 جنيه للعشر مساكين زي ما انت قلت، قلت 300 جنيه ومفيش حاجه خالص ان شاء الله، وربنا يحفظكم ويبارك لكم وحياتكم يا رب العالمين. الله يخليك يا استاذ. الله يكرمك يا عم عبد الله، ربنا يحفظك. ربنا يكرمك وهو راجل طيب جدا جدا وعلى فطرته كده. وبعدين يعني كمان يعني غير موضوع السؤال بتاع الطلاق، هو طبعا ضميره شوف هالي قال 10 دقايق ورحت بايس رصه وقلت له انا اسف ودخلت البيت وبعدين في نفس الوقت كمان هو يعني برضو ضميره مأنبه في موضوع اخته، مع ان هو ادها يعني حقها وزيادة. لكن وهي راضية اصلا، حتى بتقول له انت انا عايزة 5000 وهو ادها 50 وبرضو شاكك. ربنا يعني عشان برضو زي ما بنشوف احيانا مكالمات بتيجي انها تقول حاجة سلبية على انه ممكن اخوات ياكلوا حق بعض عشان خاطر الفلوس والميراث. دي الفطرة، لكن شوف الطيبة، بقى الفطرة النظيفة، ودي احنا هو ادى حقها وكمان برضو خايف. لا عارفة لما بنشوف الناس الكبيرة دي احنا عايشين بالبركه بتاعه الناس دي. علشان كده في الحديث مهلا عن الله مهله لولا شيوخ. بس هو مش كبير، هو بس 53 سنه ماشي. يعني انا قصدي حاجه و50 سنه مش كبير ما تنساش. طيب ماشي، هي خلاص دعاء لا لا فلسفه خلاص. ايوه مفيش مشكله، تمام سن الشباب. لكن هو راجل طيب وعلى فطرته. عندك كام سنه الكبير؟ عندك كام سنه الكبير؟ فوق ال 100 سنه على اي تحال يعني. انا قصدي احنا سبحان الله احنا عايشين ببركه هؤلاء. حضرتك بتقول حديث، ما انا هقول الحديث. ببركه الصالحين اللي موجودين معانا. احنا لما بنشوف ست كبيره ولا حد طيب على نيات ولا بتاع، احنا من اوعى نسخر منه ابدا. ده احنا بالعكس، ده دول بركه، ونقول لهم ادعوا لنا، وهم دول احنا عايشين ببركتهم والله. في الحديث مهلا عن الناس الله الطيبه اللي قلبها نظيف اللي عايشه بفطرتها جدا. ناس بص يقول لك والغيط والارض والبركه وبزرع فول سوداني ومش عارف عملت ايه فتاسفت لها وبوست رصه ومع ذلك هو متضرر نفسيا. هو انا على ايه الغلط يعني؟ انا على اختي اللي هي مش عارف ايه وكان الفدان بقد كده وخلاص خدت ال 5000 وهي عاوزه الخمسه فبديها 50. الناس الطيبه دي اللي هي عايشه يقول لك ايه، كان والدي يقول لي يا ابني انا ما اكلتش حرام في حياتي وما دخلتش عليكم جنيه حرام، كله الحمد لله بالحلال. كنا بنترك الحلال مخافه مثلا ان يكون في شبهه كده ولا بتاع. فالناس البركه دي اللي عايشين دول، فالحديث يقول بقى مهلا عن الله مهلا لولا شيوخ الركع واطفال الرضع لصب الله العذاب، وبهائم الرضع كما بعض الله لصب الله العذاب صب. فربنا بيمنع نزول البلاء بسبب البركة دي. فنسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم. آمين يا رب. ومعينا تلفون أستاذ علي. أهلا وسهلا. أهلا بيك وبالبرنامج الجميل والمعلومات القيمة. معلش أنا كنت عايز أسأل سؤالين يعني. اتفضل اتفضل يا أستاذ علي، اتفضل يا فندم. هل يوجد معنى كلمة ربط قرين؟ هل يوجد ربط قرين أو قرين؟ حبس القرين، صلح مع القرين. حاضر حاضر حاضر. والسؤال الثاني، في بعض المجازيف احنا بنشوفهم يعني زي بيجذب وبيطلع في الشارع يشتم ويعمل وبيقول على حاجات تحصل بعد سنة بعد سنتين بعد 10، هل ده معاش الجن ولا دي كرامة منه؟ حاضر حاضر حاضر. ماشي. الله يحفظكم يا رب ويبارك. ماشي بس ليه حضرتك مهتم بالمواضيع دي؟ طيب. كل انسان لا شك ان معه قرين، حتى النبي في صحيح مسلم قيل حتى انت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اعانني عليه فاسلم. وهنا العلماء اختلفوا في تاويل كلمه فاسلموا او فاسلما، اي فاسلم فدخل في دين الله عز وجل، او فاسلم انا من شره كما في صحيح مسلم. فكل انسان معه قرين. الانسان لابد يعني ان هو يحاول يعني ان يطيع ربه تبارك وتعالى وان يلتزم بما امر الله عز وجل، والا يجعل الشيطان عليه يعني سبيل على هذا الانسان يعني. الحاجه الثانيه اللي هو قضيه ان الانسان ممكن يقول والله ممكن يحصل كذا، او بعض المجاذيب، هو قال بعض المجاذيب. ما اراه انا والله، بس يعني انا بس عاوز اقول انا لست يعني من بعض الناس، لست درويشا
وان انا متبع لدين الله عز وجل ومتبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما استطيع يعني. ولكن في كرامات، طبعا في كرامات يا جماعه، في كرامات. هي الكرامه امر خارق للعاده يظهرها الله عز وجل على يد رجل صالح ولي من اولياء الله تبارك وتعالى، وهذه بخلاف المعجزه. في كرامات، في كرامات، ونثبت الكرامات، وهذه من عقيدتنا. احنا اول ما بنيجي بنتعلم كده في الازهر الشريف عندنا فرق بين الكرامه والمعجزه. فالكرامه موجوده. راجل يقول لك ده مجذوب، مجذوب قد يكون مجذوب ده بمعنى ان هو الانسان اللي هو عارفه اللي هو يهيم في حب الله تبارك وتعالى، هو وصل الى مرحله من مراحل الحب لله تبارك وتعالى. كان شيخنا سيدنا الامام مالك عليه رحمه الله كان عنده التلاميذ، فالامام مالك كده كان عنده فراسه، تقوا فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله. فقال لابن القاسم انت هتنشر مذهبي يعني او العلم بتاعي. اللي ما ابن القاسم عليه رحمه الله هو الذي نشر مذهب الامام مالك، هو عنده مدونه اسمه مدونه سحنون مسائل ابن القاسم. وجيل واحد تاني اسمه بهلول، وده كان من فقهاء المالكيه. لكن بهلول ده قال له انت بقى هتبقى من ايه؟ عارفه اللي هو يعني درويش، هتكون يعني انت مجذوب ومن الناس اللي بتهيم في حب، مع انه فقيه. وبالفعل بهلول، هو بهلول ده يا جماعه اللي كان بيقابل هارون الرشيد في يوم من الايام وبتاعه، وبيقولوا له يا عم ابعد بعيده كده امير المؤمنين جاي، فقال هارون اتركوه. ولما جه وقال يا هارون هب ان يعني انك ملكت الارض كلها ودان لك العباد فكان ماذا؟ اليس مصيرك غدا جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا؟ فبكى هارون الرشيد ثم قال عظني يا بهلول. وبدأ بهلول إيه يعظ هارون الرشيد حتى بكى رحمة الله على الجميع. فدي يعني كرامة من الكرامات. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا يا شيخ أحمد في نهاية فقرتنا المفتوحة والاتصالات اللي جات لنا النهاردة، بشكرك جدا. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، ومكملين في سلسلتنا يحبهم ويحبونا. وهنقف النهاردة مع مجموعة خاصة جدا، ربنا قال عنهم والله يحب المتقين. هنعرف مين هم المتقين، يا رب نكون منهم ان شاء الله. وبرحب بضيف الشيخ احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يبارك فيك يا سيده عز حضرتك. الحمد لله، ربنا يكرمك. نسال الله ان يجعلنا من المتقين. امين. ومن المحسنين. آمين. ومن التوابين ومن المتطهرين. امين امين يا رب. اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسله يحبهم ويحبونه، شيء جميل ان الواحد يسعى الى ان يحبه الله سبحانه وتعالى. وشيء جميل ان الانسان المسلم يسعى ان ربنا سبحانه وتعالى يحبه. في حاجات لو انا عملتها ربنا يحبني، ما هو انت علشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك انت محتاج انك تعمل حاجات. اللي هو في حياته الدنيويه يعني عاوز حد يحبه، فبيبدا يتودد له، بيعمل معاه مثلا بيدي له هدايا، بيعمل معاه مواقف كويسه، بيثبت له ان انا حد اتحب. فانت برضو اثبت لله سبحانه وتعالى انك بتحب ربنا. هتحب ربنا ازاي؟ بالاعمال. هتحب ربنا سبحانه وتعالى او ربنا سبحانه وتعالى يحبك لما تبقى محسن، محسن في حياتك ومحسن في حالك ومحسن في عبادتك ومحسن في تعاملاتك ومحسن مع الناس، ربنا سبحانه وتعالى يحبك. انت لما تغلط وتذنب وتعصي الله سبحانه وتعالى وتتوب، الله سبحانه وتعالى يحبك. عندما تحافظ على وضوئك وتحافظ على نظافتك وتحافظ على الطهارة والنظافة الداخلية والخارجية، الله سبحانه وتعالى يحبك. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انت بقى لو اتقيت الله سبحانه وتعالى في حياتك وفي دنياك وفي بيتك وفي خارج بيتك وفي عملك، بتتقي الله سبحانه وتعالى وتتعامل بما يرضي الله، الله عز وجل يحبك. حتى العلماء لما عرفوا التقوى قالوا هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تاني، التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله.
يبقى أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة. والتقوى دي من معناها هي الاتقاء. اتقاء يعني إيه؟ أنني أجعل بيني وبين معصية الله وقاية. التقوى إن أنا أتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة. الحاجة دي ترضي ربنا خلاص أنا أعملها، تغضب ربنا عز وجل أنا حتقي شرها وهجعل بيني وبينها حاجز طالما أن هي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل في القرآن الكريم أعلن حبه للمتقين في 3 مواضع، موضع في سورة آل عمران وموضعان في سورة التوبة. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. خلاص آية صريحة واضحة، فإن الله يحب المتقين. وموضعين في سورة التوبة عشان ما نطولش، 3 مواضع هتلاقي فيها إيفاء أو وفاء بالعهد، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يختمها بالمتقين زي ما قلنا آية آل عمران: بلى من أوفى بعهدي واتقى فإن الله يحب المتقين. الموضعين بتوع سورة التوبة برضو في وفاء بالعهد. العلماء بيقولوا ما علاقة التقوى بالوفاء بالعهد؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أنظارنا أنه من الوفاء أن تكون متقيا، من الوفاء مع الله سبحانه وتعالى أن تكون من المتقين. الله عز وجل أنعم عليك، الله سبحانه وتعالى أعطاك، الله سبحانه وتعالى من عليك، الله سبحانه وتعالى أفاض عليك من قبل أن تطلب، فمن الوفاء أن تكون متقيا، من الوفاء أن تكون من المتقين. ولذلك من أوائل آيات القرآن الكريم في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المتقين عشان يقول لك خلي بالك أنا عايزك من أول لحظة تبقى من المتقين. ألف لام ميم، أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعدد لنا صفات المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر. وفي آيات تانية بيتكلم عن المنافق عن المتقين وصفات المتقين. في سورة البقرة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دي برضو صفات المتقين. في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبدأ يعدد صفات المتقين في الآيات اللي بعدها: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. عايز أقول نقطة مهمة، لما نجمع الصفات دي كلها بتاعت أول سورة البقرة وآية ليس البر وآيات وسارعوا في سورة آل عمران، هتلاقي كذا حاجة هي تدخل في حياة الناس وتعاملات الناس وشؤون الناس. أي واحد ممكن يبقى هيؤمن بالغيب، أي واحد هيقيم الصلاة، أي واحد محتاج إن هو هينفق، أي واحد محتاج إن هو لما يعمل ذنب ويعصي ربنا سبحانه وتعالى هيتوب لله سبحانه وتعالى. فاللي هو الصفات لا يخرج عنها المؤمن. ولذلك لما ربنا في أول سورة البقرة بيقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بيقول إن القرآن ده هدى لإيه؟ للمتقين. طيب آية رمضان في سورة البقرة: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طب هو القرآن هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ هدى للناس كلها ولا هدى للمتقين؟ قالوا لا، في غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري بيقول: وكأن الله سبحانه وتعالى قصر الناس في آية شهر رمضان على المتقين وما سواهم فليسوا بأناس. تاني، لأن رمضان المفروض أن احنا نخرج منه متقين. تمام صحيح، يعني ولذلك قبلها بآيتين أول آية تحدثت عن الصيام بتقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلت انت لفتح تقوى كمان. فهنا وكأن ربنا عايز منا برضو ان غاية العبادة التقوى. ايه في اوائل سورة ده الهدف البقرة. يعني ده الهدف ان احنا المفروض نوصل ايوه نخرج من عبادتنا بالتقوى. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. شوف العبادة كلها بقى، اي عبادة بعملها: بر والدين، قراءة قرآن، صلاة، زكاة، صيام، قيام ليل، صلاة رحم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أنت تخرج من عبادتك بالتقوى.
فالإمام النيسابوري بيقول إن الناس في آية شهر رمضان وبعد كده قال هدى للناس، عاوز يقول الناس هنا مقصود بها الناس المتقين، وكأن الذي يعمل بغير التقوى ده لازم ياخد باله على نفسه ولازم يكون على حذر. ليه؟ لأن أنت كمؤمن أنت ما أنتش صعب عليك أنك تصلي، مش صعب أنك تقيم الليل، مش صعب أنك تصلي الفجر، مش صعب أنك تبر والديك، مش صعب أنك تنفق، مش صعب أنك تصل الأرحام، مش صعب أنك لما تذنب تتوب، مش صعب أنك تعمل أو تلتزم وتأتمر بالأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بها علشان إيه؟ تبقى من المتقين. ما هي التقوى مع فكرة مش حاجة صعبة، مش حاجة صعبة. ليه؟ لأن لما بعض الناس يقول لواحد يقول له اتق الله، إيه يا عم قال لك إيه يعني؟ على فكرة اللي يزعل من كلمة اتق الله عنده مشكلة، ده مريض، دي من علامات المنافقين لما يزعل من الكلمة دي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم، يقول له إيه يا عم أنت شايفني يعني شيطان ولا شايفني يعني مش عارف إيه، إيه اتق الله ما فيهاش حاجة. قيلت لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقام واحد من الحاضرين بيقول اللي قال لسيدنا عمر أنت بتقول الكلمة دي لعمر، قال له فنهره سيدنا عمر قال له يعني اجلس، لا خير فيكم إلا أن تقولوها ولا خير فينا إلا أن نسمعها، ما فيهاش حاجة. قال له هي اتقالت لعمر، ده قيلت لرسول الله في مطلع سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله، يعني ما فيش أفضل من كده. وبعدين العلماء بيقولوا إيه بقى، هو مش حتة اتق الله إن هو حد وحش، لا خالص، معناها اتق الله طالما أنه أمر من الله سبحانه وتعالى فمعناه داوم على تقوى الله بس. وأنا شايف ابني بيذاكر ومجتهد فبقول له إيه شد حيلك، هو مش معنى شد حيلك إنه مش بيذاكر، لا أنا بقول له إيه يعني داوم على المذاكرة وداوم على الاجتهاد. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي اتق الله مش معناه أنه حد قبل التقوى، لا معناه داوم على تقواك يا محمد. ولما قيلت لسيدنا عمر قال لهم لا خير فيكم إن لم تقولوها. ولذلك الفضيل بن عياض بيقول إيه، بيقول إن من أعظم الذنوب من تقال له اتق الله فيجيب عليك بنفسك. ليه؟ لأنه مش قابل النصيحة، مش قابل أن حد يقول لي اتق الله. بالعكس قيلت لرسول الله وقيلت لسيدنا عمر بن الخطاب، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للناس كلهم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك العلماء يسمونها بأم الوصايا، لأنها وصية الله للأنبياء، ووصية الأنبياء لأتباعهم، ووصية الأنبياء ووصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ووصية الصحابة للتابعين، ثم العلماء يتوارثونها، وإحنا ملتزمين بها حتى في خطب الجمعة أننا نوصي الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى كما هو مأثور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا رب جعلنا من المتقين جميعا يا رب. نشوف مع بعض أول تقرير خير مع مؤسسة سوق علمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا على هذا المجهود الرائع لهذه المؤسسة سقي الماء، صراحة ربنا سبحانه وتعالى يفرحكم ويدخل السرور عليكم كما أدخلتم السرور على هذه المجتمعات الفقيرة. وأقل ما يفرحون به في هذه الصحراء القاحلة التي ليس لهم فيها مصدر رزق سوى هذه الآبار وهذه الزراعة، فهم فرحوا فرحا شديدا بهذه الآبار. ونشكركم
ونشكر كل من دعم، ونشكر كل من نسق، ونشكر كل من نظم، ونشكر كل من دعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ستفرحون وسترتوون يوم العطش الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويبارك في أموالكم ويبارك في أرزاقكم. ولا زالت صحراؤنا تحتاج المزيد من الدعم، فهي بيوتات فقيرة وفيهم الذي يتكبد المشاق حتى يتحصل على هذا الماء، وهذه الآبار تعتبر هي المصدر الوحيد للشرب ولسقي مواشيهم، ليس هناك لديهم مصدر آخر. يعني كنت بنرجع 4 كيلو 5 كيلو عشان بيجيب المية. عندنا المية هنا صعبة، ونروح ونتاع يجيب المية. ربنا زيم الله خير بتوع سقي الماء، روح هنا عملوا مشروع المية هنا، يعني كفوا ناس كثيرة الحمد لله. ده 700 رقم 753 بير هم عاملين في البلد هنا. يعني الناس والله كانت بتعاني مشكله الميه، واحنا عايزين يعملوا بعد 1 2 3 ناس لسه محتاجه كتير هنا بيار. ربنا يديهم الخير ويجزيهم على الخير ده اللي هم بيعملوه. نسال الله يجعلهم مزار حسناتهم، يرحم موتاهم كلهم، يرحم موتى المسلمين كلهم. ومن ضمن الأشياء الطيبة التي خدمها هذا البئر وهو رقم 564، خدم هذه المدرسة فيها أكثر من 65 طالب. الطلبة يأتون من أماكن بعيدة يحملون قرب الماء على كتوفهم في مشوار طويل حتى يتمكنوا من الشرب واستعمال الماء داخل هذه المدرسة، لكن بهذا البئر توفرت لهم المياه عن قرب، فهم يشربون ويغسلون أيديهم قبل الأكل وبعده ويتوضؤون ويشربون. وجزاكم الله خيرا. هؤلاء الأبرياء الأطفال الصغار سيدعون لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا المسجد الذي يبعد حوالي 10 متر من هذا البئر يوجد به مصلون يصلون الصلوات الخمس، وفيه صلوات جمعة وتقام فيه ندوات، والناس يتوضؤون ويصلون. فاحتسبوا أجركم عند الله عز وجل. ولازلنا نحتاج هذه العزب وهذه البيوت، لم تصلها الآبار بعد، لا زالت تحتاج، نحتاج إلى دعمكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فنحن قصر الغطاء علينا، نحتاج كثيرا من الخدمات وخاصة المياه، لدينا قصور في كل الإمكانيات المتاحة، فنحن مجتمعات فقيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يبارك في أموالكم وفي أعماركم، وبارك الله فيكم ومشكورين، ودمتم طيبين وداعمين لهذه المجتمعات الفقيرة. داعمين لحفر هذه الآبار، بارك الله فيكم. دعمكم في محله وصل إلى مجتمعات فقيرة، أدخلتم السرور والفرح عليهم. من أفضل الصدقات التي تقدمونها حفر هذه الآبار، بارك الله فيكم، أكرمكم الله. بصدقتك وزكاتك مع سقي الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. رجعنا مرة تانية بعد ما شفنا مع بعض التقرير الخير، وربنا يكرمكم بجد على كل المجهودات اللي بتعملوها في مؤسسة سقي الماء. احنا والله بنشكر الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ونشكر السادة المشاهدين والمتواصلين والمساهمين الذين يقفون دائما في ظهر مؤسسة سقي الماء. ويعني سبحان الله، يعني بحس ان احنا ايه، موضوع الأنشطة مش بيوقف، ولا الخير بيوقف، لأن طلبات الناس واحتياجات الناس لا تتوقف. احنا كنا في مطروح قريب وقلنا خلاص احنا هنبدأ بقى خلال شهر أو شهرين يعني ننتقل لمكان تاني، عشان خلاص لقينا حسنا ان لسه الناس في مطروح محتاجة. يعني احنا كنا في مكان فيه عزبة، العزبة فيها مثلا 20-30 بيت وكل اللي عندهم هو بير، فجماعة انتم محتاجين كمان 6-7-8 أبار. فيعني الناس محتاجة، وبالتالي عايزين دعم أكتر وعايزين مساهمة أكتر علشان نقدر نوفر للناس ديت أساسيات الحياة وهي الماء.
ربنا يقدر الجميع ويتقبل من الجميع. ونطلع فاصل المشاهدين ونرجع نكمل حلقتنا. خليكم معانا. أجمل العبادات اللي الإسلام حث عليها وأمرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد إطعام الطعام أفضل ما تفعله في الإسلام، حاجة يعني في غاية الجمال وخير كبير قوي إنك تطعم حد. ويا سلام بقى لما تطعم حد حاجة بينتظرها، حاجة نفسه فيها، حاجة يعني بيأكلها ممكن كل شهر، ممكن كل شهرين، ممكن من العيد للعيد، ممكن من الأضحى للأضحى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام له حديث رائع قوي، عايزك وانت بتشوفني وعاوزك وانت بتشوفيني دلوقتي وأي حد بيتابعنا ويتابع نشاط وخير وأعمال مؤسسة سقيا الماء، يحط الحديث ده قدامه في الإطعام، في كراتين رمضان، في سكوك الأضاحي، في توزيع لحمة، في توزيع شنط، أي إطعام. يقول صلى الله عليه وسلم: من أطعم أخاه لقمة حلوة لم يذق مرارة يوم القيامة. اللقمة الحلوة لما تطعمها الواحد، النبي عليه الصلاة والسلام يبشرك أنك لم تذق مرارة يوم القيامة. فما بالك بقى بكيلو لحمة، فما بالك باتنين كيلو لحمة، فما بالك بصك لحمة، فما بالك بأنك تشارك في كرتونة، فما بالك بأنك تشارك في شنطة، فما بالك بأنك تشارك بأي حاجة. تقول لك مؤسسة سقيا الماء احنا عاملين شنط، عاملين كراتين، هنوزع لحمة، هنعمل خير، هنعمل إطعام. مش لقمة ولا لقمتين، ده ممكن وجبة، ممكن وجبتين، ممكن تكفي أسبوع، ممكن تكفي أسبوعين، على حسب. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان بيقول لنا: يا جماعة، إطعام الطعام حاجة مهمة للإنسان، واللي مؤسسة سقيا الماء تعمل من أجل الإنسان. الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. خلي بالك، الله سبحانه وتعالى هنا قال: ويطعمون الطعام على حبه. هو بيحب اللحمة فهيطلع لحمة، بيحب سكر هيطلع سكر، زي ما سيدنا عبد الله بن عمر كان من أكثر ما يتصدق به السكر. بيقولوا له ليه؟ يقول: أنني أحبه. والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سبحانه وتعالى. لكن الأهم أنك تعمل ده لله وتستحضر الثواب ده، أنك بتطعم أخاك لقمة حلوة حتى لا تذق مرارة يوم القيامة، أنك بتعمل أجمل حاجة في الإسلام عندما سئل النبي أي الإسلام خير قال: تطعم الطعام، أنك بتعمل حاجة هي من صفات الأبرار كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. الأهم إنك تعمل ده وتطعم من أجل الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ربنا وسع عليك، وسع على الفقراء، ده واجب عليك.
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. بس حبينا نقول إن مؤسسة سقيا الماء جت النهاردة في مطروح علشان توزع للناس لحوم، لحوم طازة نذبح ونوزع علشان نسد حاجات الناس قدر الإمكان. إذا كنا في رمضان عملنا كراتين وبعد رمضان هنوزع شنط، إحنا قبل العيد قبل عيد الأضحى هنعمل لحوم ونوزع لحوم، وبرضه في الأضاحي بإذن الله مع بعض في صكوك الأضاحي. ربنا يا رب يتقبل منا جميعا ويجعلنا سبب في إدخال الصلوق قضايا الحوائج وفي إطعام الطعام. اللهم دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا التقرير مع بعض من مرسى مطروح، والواحد فعلا شاف بنفسه انه في ناس كتير فعلا محتاجين، وشفنا فرحة الناس باللحوم، مش بس الأبار يعني كل حاجة بصراحة. صحيح. سبحان الله، دي فرحتها وإطعام الطعام. الناس محتاجة والله يا سيدة. أيوة، وإطعام الطعام من أحب الأعمال طبعاً. إلى الله فعلا. أنا فاكر لما كنا في يوم اللحوم، إحنا العجل طبعا كان بيتذبح وخلاص، وإحنا المكان اللي أنا كنت قاعد بصور فيه ده، دي عزبة فيها حوالي 60 بيت، وبعدين الراجل اللي كان هياخد من مثلا هنديله 60 كيس، فقلنا له طب خد 50، قال لا انا ما اقدرش ادي 50 زي ال10 التانيين، لازم ناخد الكل ياخد، وادينا له بالعدد فعلا. احنا كنا يعني معانا عدد، فكنا هنروح مكان تاني عشان ندي عدد تاني، وهكذا نوزع كل الناس تاخد يعني. فالفكره ان يعني حتى لما كنا بدانا هنوزع كده على فرض فرض، فالاولاد ده عاوز ده عاوز، فيعني اللي هو الاطفال عاوزين، اي حد محتاج ان هو حاجه تسد وجبه عنده او تسد يوم عنده. وبعدين اللحمه، اي حد بيحب اللحمه، فليه احنا ما نوفرش اللحمه دي على مدار السنه؟ ليه احنا يعني اذا كنا مثلا احنا عملنا الكلام ده من اسبوعين، وعندنا عيد الاضحى جايه وكمان شهر ولا حاجه، وصكوك الاضاحي وصك الاضحيه في مؤسسه السقيمه ب 3000 جنيه، احنا ليه احنا ننتظر اللحمه نوزعها في عيد الاضحى بس، ليه ما نعملهاش طول السنه؟ ليه كراتين رمضان او شنط رمضان اللي احنا عملناها في رمضان الماضي وكان فيها ما يقرب من 13 صنف، لوبيا، فاصوليا، عدس، سكر، مكرونه، زيت، سمنه، ليه ما نعملش ده على مدار السنه؟ احنا حريصين كمؤسسه باذن الله ان احنا نسعى جاهدين لتوفير السلع الغذائيه، وشنط رمضان ان شاء الله تكون موجوده معانا، شنط الاطعام واللحمه برضو من وقت لاخر هنذبح عجل واثنين وثلاثه في المكان، زي ما احنا كنا حتى في رمضان بنعمل كراتين وبنعمل معاها لحمه، برضو احنا عملنا اللحمة دي في مطروح، وان شاء الله مكملين. ليه؟ طالما ان الناس محتاجة حاجة زي كده، اي حاجة ان شاء الله تسعد الناس وتفرح الناس، هنلاقي مؤسسة سقيا الماء بإذن الله في الصدارة. بشكر حضرتك جدا في نهاية حلقتنا، ربنا يكرمك، وبشكر كل مشاهدينا، واسيبكم مع اخر تقرير خير مع مؤسسة سقيا الماء. تقدر تمشي قد ايه كل يوم؟ نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. طب تخيل بقى لو ده مشوارك كل يوم ومش مرة واحدة، لأ مرتين. طب تعرف ان لو ده ما حصلش مش هتقدر تشرب مية. ما عندناش بير مية خالص والله هنا، واحنا البير بعيد منا حوالي 4 كيلو ولا 5 كيلو، واحنا مجبرين نمشي نجيب مية، المشوار بعيد، يمكن مكان نهار حر ونهار شتاء، مجبرين نجيب مية من مشوار بعيد، والجراك نشيله فيه من جراك ثقيلة، نشيله بالجركة، أنا والعيال نجيبه فيه على رجلينا من مشوار بعيد. ما احنا فانا في ظروف صعبة شوية من المية حاليا، الأربع جراكن دول نروح بيهم على بعد 9 كيلو عشان ما فيش مية، وانتوا شايفين ركب الحمارة دي ممكن 9 كيلو نروح فيهم في 3 ساعات 4 عشان نجيب لهم مية. نحن ما شغالين بالحياة كده، الحياة شغالين الحمارة بالجراكن زي ما انتوا شايفين،
والمنطقة هذه ما فيش شبيار زي ما تشايفين ولا حد عند بير إلا من رحم ربي. بروح المشوار ده ثلاث مرات ولا أربعة، ونشيل الجراكن دي مرتين ولا أربعة، والجراكن دي ثقيلة، مشوار بعيد حوالي أربعة أو ثلاثة كيلو من بير من بعيد بعيد خالص، ونمشوا بالحر ونمشوا بالشتاء وبالمغرب عشان نجيبوا مية. والله محتاجين بير، ما عندناش بالمية. لو تم في شتاء حنطلع، لو تم في حر حنطلع، لو تم في غبارة حنطلع، لأننا مزنوقين بالمية، لازم نجيب مية الليالي. هذه لا تأخير فيها، لازم فيش مية تطلع، لازم كل يوم زي ما انت شايف أربع جراكن ما يقضوش البيت يوم، ونروح على بعد تسعة كيلو ومسافة بعيد، يعني مش قريب. ساعدنا وساهم معانا عشان نقدر نوصل المية لأهلينا في كل القرى البعيدة والفقيرة، فإنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان.